قاعدة الجيارة أصبحت تحت سيطرة القوات الأمنية، الأمر الذي سينعكس إيجابيا على كافة قواطع العمليات، فانهيار دفاعات الجماعات المسلحة وتحرير أغلب المناطق سيعطي نتائج إيجابية خلال عملية تحرير الموصل وقضاء الشرقاط. الآن نتجول في قاعدة الجيارة، يعني تشوف أمامك القاعدة مسيطرين عليها بالكامل. لحد هاي اللحظة احنا القاعدة يعني مثل التحصينات داخل القاعدة نحصن نفسنا. اليوم جهاز مكافحة الإرهاب في منطقة الجيارة حررناها بالكامل، واحنا حاليا هسه بالجيارة بالقاعدة الجيارة حررناها بالكامل، نوعد اخواننا العراقيين جميعا ان شاء الله ما يضل ولا داعش بالعراق. فيما بشرت قوات الأمن برفع العبوات الناسفة من المناطق وسط حالة من الجهوزية والاستعداد في صفوف المقاتلين لإدامة الانتصارات وتحرير كافة المناطق من العصابات الإرهابية. حاليا القطاعات تقوم بعملية تمشيط القاعدة ورفع العبوات ومسك القاعدة من الخارج، وتهيئ الواجب المقبل إن شاء الله. إن شاء الله هتكون هاي القاعدة هي منطلق لتحرير باقي الأراضي مثل محافظة نينوى والشرقاط. وصول القطعات العسكرية إلى قاعدة الجيارة سيساهم في تغيير مجريات الأحداث لصالح القوات المسلحة بحسب مختصين، كون أن هذه القاعدة تعد مكانا استراتيجيا مهما.